للحديث أكثر يكون معنا الخبير في القانون الأستاذ والمحامي محمد قشمر. مساء الخير أستاذ محمد. السلام عليك. أهلا وسهلا فيك إلى برنامج بانوراما عدن. نحن نتحدث عن تجارة السلاح. نحن نتحدث أستاذ محمد عن تجارة السلاح، والموضوع هي تجارة ليست تقليدية، وبالتالي هل ما هي القوانين؟ هل هناك قوانين مثلا تشرع أو تسمح أو تعطي للمواطن في اليمن أو التاجر أن يتاجر في السلاح، وأن تكون هناك في صفقات وفي بيع وفي شراء وفي نغل وجميع أنواع الأسلحة مثل ما هو الحاصل، أم أن القانون اليمني لا يسمح بهذا الموضوع؟ طبعا احنا عندنا يا سيدي الان هي فوضى عارمه بسبب الصراع والنزاع المسلح القائم في اليمن. الان اصبحت هناك ميليشيات كثيره جدا تتحكم في موضوع السلاح، استيراد السلاح بطرق لا شرعيه على المستوى الدولي مش على المستوى المحلي فقط. اليمن عندما تكون الان اليمن تحت الفصل السابع الذي يمنع توريد الاسلحه ويمنع استيراد الاسلحه، هذه الاشياء ايضا تقيد في هذه الامور. لكن في النهايه هناك قانون، قانون رقم 40 لسنه 1992 ينظم حمل الاسلحه الناريه والذخائر والتجار بها بشكل عام. اعتقد انها 62 ماده منظمه في القانون اليمني. لكن احنا نتكلم اليوم على دوله او بالاصح الا دوله، مناطق متناثره، الحوثيون سيطروا، هم جماعه يعني جماعه سيطروا على سلاح الدوله، وسبب سيطرتهم اللاشرعيه على سلاح الدوله ادى الى ما ادى اليه. هذا نموذج واضح وبسيط على هذا الامر. ايضا هناك ميليشيات كثيره مسلحه موجوده الان داخل اليمن عندها سلاح، وللاسف الشديد تحاول بشتى الوسل انها تشرع لهذا السلاح، ولكن الحقيقه الواضحه انه لا شرعيه لسلاح إلا لسلاح الدولة. أي دولة في العالم لا تجيز أصلا استيراد الأسلحة إلا من قبل الدولة. هناك دول عظمى في العالم، المعلوم أن هناك شركات تصنع الأسلحة لكنها أيضا تحت رقابة الدولة، كما أنه يتم التواصل مع هذه الشركات من أجل استيراد الأسلحة تحت ظل الدول التي تكون قائمة، أيضا ينظمها القانون الدولي. المعلوم أيضا أن هناك تجارة دولية لتجارة الأسلحة قائمة، وهناك مافيا تعمل بهذا الأمر، كما هناك مافيا تعمل في المخدرات. تجارة السلاح تجارة رابحة خصوصا في مناطق المشتعلة، كانت أفريقيا جزء من تلك المناطق التي استفاد تجار الأسلحة فيها يعني مبالغ مهولة ومليارات من الدولارات كانت تدفع للسلاح غير المنظم. في المناطق العربية الآن، الشرق الأوسط، ليبيا، اليمن، سوريا، كل هذه المناطق أيضا تعرضت لمثل هذا العمل. في النهاية نقول أن القانون اليمني لا يجيز موضوع تجارة الأسلحة واستيراد الأسلحة. حتى في فترة الاستقرار النسبي التي كانت في زمن صالح، كان هناك أسواق في بعض مناطق اليمن، مناطق الشمال أو شمال الشمال، كانت تنظم بيع الأسلحة بشكل شخصي بتراخي من الدولة، مش لأنه الأمر مرخص. كما قلت لك أنه القانون كان واضحا بشأن تنظيم حمل الأسلحة، ومن هم الذين يحملون الأسلحة، ومن هي الجهات التي يحق لها تنظيم استيراد وخزنته، يعني كل هذه الأشياء موجودة في القانون. أعتقد أن الفصل الثالث هو الذي ينظم من ذلك القانون. طيب. هو الذي ينظم حيازة الأسلحة النارية وحملها ونقلها والتجار بها. طيب، هذا هو التراخي أستاذ محمد اللي يعني أوصل المشكلة إلى هذا التحجر والتصلب الكثير فيها، وهذه الآثار التي يدفعها الشعب اليمني. طيب، نحن الآن إذا تحدثنا حول قانون ووعي، يعني قانون تمثله الجهات الرسمية والدولة والقوانين والتشريعات اللي أنت تتحدث عنها، ووعي يمثله المواطن أو الإنسان الذي موجود في الأرض في اليمن، وبالتالي أين نقطة الالتقاء؟ ما دور المواطن؟ يعني المواطن هو دوره، شوف المواطن في النهاية مستوى وعيه الذي يحدد المرحلة التي تعيش فيها البلد أو أي وطن. إذا وجدنا أن هناك تراخي من قبل المواطن، وهذا غالبا يمكن أن يكون في كل دول العالم، فوجدت القوانين ووجدت الأنظمة من أجل أن تحد مثل هذه الأمور. لهذا السبب حتى في مقولة مشهورة عندنا نحن العرب، إن الله لا يزع في السلطان ما لا يزع في القرآن. يعني نقول بأن القرآن تشريع وأن هناك تشريع، لكن من الذي يمكن أن يطبق التشريع؟ في اليمن، في الولايات المتحدة الأمريكية، في بريطانيا، أي دولة إذا لم توجد اليد القوية التي تساهم في تطبيق التشريع أيا كان نظام علماني، نظام ديني، نظام، لا يمكن أن يستقيم الحال، ولا يمكن أن يتم حصر مثل هذه المظاهر. في اليمن للأسف الشديد ظاهرة مخيفة جدا، يعني
أنت تعلم أن الأطفال، حتى الأطفال أصبحوا يعني يمتلكون الأسلحة. كان هناك مسابقة في فترة من الفترات، الجوائز عليها عبارة عن أسلحة خفيفة من المسدسات النصف والربع يعني هذا دليل أن هناك تراخي كبير جدا حتى من المجتمع نفسه الذي يشجع الأطفال. تعرف عندنا أطفال يقول لك والله رجال قد يحمل سلاح. لا، في فترة من فترات اليمن الحديث كان من يحمل السلاح ينظر للمجتمع إليه بعين العيب، هو إيش هذا يحمل سلاح؟ يعني كان هناك نوع من الوعي. الوعي هذا لا يمكن أن يأتي في بلحظة واحدة أو 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 فجأة. طيب. يجب أن يكون له تمهيد، يجب أن يكون له دولة أيضا تنظم هذا الأمر. الإعلام أنتم دوركم مهم جدا في موضوع يعني تنظيم أو إلقاء نظرة أو إرسال رسائل بأن حامل السلاح الذي لا يحتاج إليه يعتبر أنه منظر قبيح، ليس من المناظر الجميلة التي يمكن أن ترقى بصاحبها. ويمكن أعتقد أن المجتمع يلعب دور كبير جدا، لكن قبل المجتمع يجب أن نؤمن أنه وجود الدولة هو الأساس الذي يعني يمكن أن ينظم في هذه الأمور. طيب أستاذ محمد، الظروف الآن السياسية ربما يعني مرحلة اللادولة اللي أنت تتحدث عنها، هل تحتاج البلد الآن إلى تشريعات أقوى وربما تشريعات حديثة؟ ربما تحدثنا عن القانون رقم 40 هذا في 90 أو في 95 يمكن قبل 2000. نحن الآن عندنا معضلة كبيرة في موضوع السلاح وتهريب السلاح وامتلاك السلاح والتجول والبيع والتجارة. وحتى اللي كان أنا قرأت في الإعداد للحلقة اللي كان يمتلك كلاشينكوف يتاجر في الآليات والكلاشينكوف، الآن قد أصبح بحكم الوضع يتاجر بالمدافع وبالرشاشات الكبيرة. هل نحن محتاجين إلى تشريعات قانونية بغض النظر عن إمكانية تطبيقها أو لا؟ يعني أنت مثل ما أشرت إن الله يوجد أو يجمع في السلطان ما لم في القرآن، وبالتالي هل تحتاج البلد إلى تشريعات وأنظمة وقوانين لن يكون في سلطان قوي ينفذها؟ أعتقد أنه نحتاج إلى مؤسسات قبل أن نحتاج إلى هذا الأمر، لأنه القانون موجود حالياً ويمكن أن يقوم بالواجب. أولاً، من هي الجهة التي يمكن أن تشرع هذه القوانين؟ الجهة الوحيدة التي يحق لها التشريع هي التشريع وهي مجلس النواب. مجلس النواب الآن شبه معطل، وأنا أقول أنه شبه معطل لأن أعضاء مجلس النواب للأسف الشديد هم الذين عطلوا مجلس النواب بسبب تراخيهم وتواجدهم الحقيقي في مرحلة مهمة وحرجة من تاريخ اليمن. هم يعني بالنهايه العصا التي يرتكز عليها الشعب اليمني كله. هذا الجانب شبه يعني ملغي. يعني مجلس النواب الان ليس له دور. يعني تخيل ان خلال الفتره هذه اجتمع مرتين بطريقه يعني محزنه. بالتالي يمكن ان نتحدث عن هذا الامر. اقول الان حتى لو اتت الدوله في الاطراف السياسيه الاخرى برضو غير المؤسسات التشريعيه، يعني الاحزاب تتحمل مسؤوليه، الفئات والجهات العسكريه تتحمل مسؤوليه، في هناك سلاح يخرج من بعض معسكرات الدوله. الأحزاب للأسف الشديد أنت جميل أنك طرحت هذا الموضوع. الأحزاب هي التي الآن تساهم في عملية هذا في تهجير السلاح. يعني عندما نتحدث مثلا عن بعض الأحزاب نجد أنها هي التي تهجر السلاح وتسعى إلى تخزينه تقول لأجل مرحلة قادمة. واضح، شكرا. أنا يعني بعض التكتلات السياسية مثلا، خلينا نتكلم على سبيل المثال الانتقالي في المناطق الجنوبية اليمن، الأصل أنه حركة سياسية يجب أن الانتقالي في الجنوب، وعندك الآن في كتائب في تعز بتشكل خارج عن إطار الدولة. الآن أتعجب أنا أيضا من القوة الموجودة في الساحل الغربي التي تتحدث عن التزامها باتفاق ستوكهولم وهي أصلا لا تعترف بالشرعية الذي وقع اتفاق ستوكهولم. ايضا السلاح الموجود الان صحيح. مع الميليشيا الحوثي والتي اصبحت ترى نفسها دوله، وللاسف الشديد وجدنا ان المجتمع الدولي يدعم هذه الميليشيا من اجل ان تكون نحن بحاجه اذا يعني بحاجه الى امن واستقرار والى سلام في البلد وان تكون في هناك دوله الى 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 الى, إلى, إلى يمنيين سياسيين مخلصين يعشقون الوطن اكثر مما يعشقون المصالح صحيح. الماليه او المصالح الشخصيه التي صحيح. يحصل عليها. شكرا، صحه لسانك، شكرا جزيلا لك استاذ محمد قشمر الخبير في القانون، شكرا جزيلا لك.